في محفل حضره علماء ومفكرون وشخصية دبلوماسية وسياسية وجمع من أبناء الجالية الإيرانية في البلاد، أحيت السفارة الإيرانية في الكويت الذكرى 27 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف، واستذكر المشاركون في الحفل دور الإمام الراحل في إحياء قضية فلسطين كونها القضية المركزية للمسلمين، كما تطرقوا إلى دور الإمام في تكريس مبادئ الوحدة الإسلامية ومحاربة الفتنة وكل ما من شأنه بث الفرقة بين المسلمين. كان يؤكد دائما على كلمتين، فيرى أن هاتين الكلمتين ركيزتان أساسيتان في جميع الأمور، وهما كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.